ثم ننتقل إلى التمرين رقم 3. أنشئ الشكل على دفتري وأحسب مساحته. أنشئ الشكل على دفتري وأحسب مساحته. طبعا مساحة الشكل الذي أمامنا نحصل عليه بحساب ثلاثة مساحات. أولا عندنا هذا المثلث، ثم عندنا هذا المستطيل، ثم عندنا هذا المثلث. أولا نحسب مساحة المثلث، ثم نحسب مساحة المستطيل، ثم نحسب مساحة هذا المثلث. للحصول على مساحة المثلث طبعا سنكمل لنحصل على مستطيل، ثم نقسم على 2. سنكمل للحصول على مستطيل، وعندما نجد مساحة المستطيل للحصول على مساحة المثلث سنكمل هذا الشكل، سنكمل هذا الجانب حتى نحصل على مستطيل. سنتخيل مستطيلا هنا أو نرسم هذا المستطيل. مساحة المستطيل مكونة من مثلثين من نفس المساحة. مساحة المثلث تساوي مساحة المستطيل مقسومة على 2. إذن أولا نحسب مساحة المستطيل. إذن عندنا 1.4 مضروبة في 4.5، لأن الطول هو نفسه هنا، لأن هذه المسافة هي نفسها هنا. إذن 4.5 هنا، هذه المسافة، هذا القياس لهذه المسافة هو نفس هذا القياس لهذه المسافة. إذن طبعا هذه المسافة تمثل طول هذا المستطيل الصغير، هذه المسافة تمثل طول هذا المستطيل الصغير، ثم 1.4 تمثل عرضه. إذن مساحة المستطيل الصغير هي 1.4 مضروبة في 4.5، فنحصل على 6.3. مساحة هذا المستطيل الصغير هي 6.3، مساحة هذا المستطيل الصغير هي 6 سنتيمتر مربع.3. نقسم على 2 للحصول على مساحة مثلث، نحصل على 3 سنتيمتر مربع.15. إذن هذه مساحة المثلث الصغير 3.15. إذن مساحة هذا المثلث الصغير هي 3 سنتيمتر مربع.15. تبقى لنا مساحة المستطيل. نضرب 6.8 في 4.5، نضرب 6.8 في 4.5، فنحصل على 30.6، فنحصل على 30.6. ثم نأتي إلى المثلث الأخير. إذن عندنا 3.5 سنتيمتر مربع. طبعا نكمل الشكل بنفس الطريقة كما أكملنا هذا الجانب. إذن نكمل هنا بمستطيل، نكمل هنا حتى نحصل على مستطيل. إذن لنحصل على مساحة المستطيل سنضرب 3.5 في 4.5. 3.5 مضروبة في 4.5 نحصل على 15.75، نحصل على 15 سنتيمتر مربع.75. نقسم المساحة على 2 للحصول على مساحة المثلث الموجودة في الحقيقة عندنا. إذن فنحصل على 7.875، فنحصل على 7 سنتيمترات مربعة.875. ثم ننتقل إلى التمرين رقم 4. إذن أستعين بالتمثيلات لحساب مجموع كل عددين كسريين. إذن 1/6 زائد 1/4 كم يساوي؟ 1/6 إذن عندنا كسر. طبعا عندما نقول 1/6 أو نقول 1/4 أننا نأخذ وحدة ثم نقسمه على 6. يعني في الحالة الأولى أننا نأخذ عدد ثم نقسمه على 6. طبعا 1/6 هو عدد ولكن لا يحدد لنا عن ماذا نتحدث. ممكن أنني أقول عندي 2، أقول عندي 2 مثلا. 2 ماذا؟ هل 2 درهم؟ هل 2 أقلام؟ هل 2 دفاتر؟ أم 2 كيلو مثلا؟ إذن هذه الأرقام أنها تعني أشياء. نفس الشيء هنا عندما نتكلم عن 1/6، فنحن هنا مثلا في الحالة التي عندنا نتحدث عن 1/6 من هذا المستطيل. نأخذ 1/6 من هذا المستطيل، فهنا مثلا نأخذ 1/6 من هذا المستطيل. يعني أننا نأخذ مستطيل هذا الذي عندنا بحجمه بطوله بعرضه كما نرى، ثم نقسمه على 6، ثم نأخذ منه 1/4. طبعا 1/4 هذا المستطيل،
كما لو نقول مثلا واحد على اثنين كعكة، المقصود نصف كعكة، نصف كعكة. واحد على اثنين ماذا؟ واحد على اثنين كعكة. إذن هنا طبعا نتكلم عن هذا المستطيل أيضا، سنقسم هذا المستطيل إلى أربعة ثم نأخذ منه واحدة. إذن هنا نفس هذا المستطيل في حالة قسمناه على ستة وفي حالة قسمناه على أربعة. إذن أخذنا السدس ثم أخذنا الربع. إذن على ماذا سنحصل؟ على ماذا سنحصل؟ طبعا لكي نأخذ الربع ونأخذ السدس علينا أن نقسم المستطيل زيادة، علينا أن نقسم المستطيل زيادة. إذن فنأخذ السدس، فنأخذ السدس. ما معنى السدس؟ نأخذ سدس هذه المربعات المتساوية. عندنا هنا 1 2 3 ثم عندنا 1 2 3 4، عندنا 12 مربعا سدسها هو 2 مربعات. إذن 1 2 3 4 5 6. قسمة هذا المستطيل هي نفس قسمة هذا المستطيل، فقط هنا أننا قسمنا زيادة هذه المربعات، فأصبح هذا المربع، فأصبحت هذه المساحة مقسمة على اثنين هنا. إذن هذا سدس، ثم عندنا سدس ثاني، سدس ثالث، رابع، خامس، سادس. إذن سنأخذ، أولا السدس، السدس يعني هو هذا، ثم نأخذ الربع، ثم نأخذ الربع. المقصود أننا سنأخذ واحدة من هذه الأربعة. عندنا واحدة، اثنان، ثلاثة، أربعة. إذن سنأخذ واحدة ثم نأخذ اثنان من هذه المربعات والتي تمثل واحدة من هذه السدس، ثم نأخذ اثنان من التربيعات والتي تمثل واحدة من هذه التربيعة في القسمة الأولى. إذن سنأخذ اثنان زائد واحدة، إذن هذا الذي سنأخذه هنا. ثم ننتقل إلى التمثيل الثاني. المستطيل الأول تم تقسيمه على ثمانية، ثم أخذ منه كم؟ أخذت منه أربعة تربيعات، ثم أخذت منه أربعة تربيعات. إذن 1 2 3 4 5 6 7 8، ثم نأخذ منه أربعة، المقصود سنأخذ منه النصف، 1 2 3 4. إذن فنحن نأخذ نصف المستطيل، تنعرف بأن أربعة هي نصف ثمانية، هي نصفها. ثم ننتقل إلى نفس المستطيل لكنه مقسم على ستة، ثم نأخذ منه اثنان، إذن هنا سنأخذ أربعة وهنا سنأخذ اثنان من هذه التقسيمة. طبعا التقسيمات ليست نفسها، هنا تقسيمة كبيرة وهنا تقسيمة صغيرة. ثم نفس المستطيل من خلاله سنحصل على النتيجة، نأخذ منه أربعة على ثمانية يعني نأخذ منه النصف. إذن هذه التقسيمة الأخيرة التي سنحصل من خلالها على النتيجة، سنأخذ منها النصف يعني 4 على 8، ثم نأخذ منها 2 على 6. طبعا النصف هنا إذا رسمنا، لنأخذ النصف بالشكل كما رأيناه في الأول، علينا أن نرسم خطا هنا لنأخذ نصف المستطيل. ممكن أننا نأخذ النصف بطريقة أخرى، يعني أننا نأخذ هاد المربعات، نأخذ النصف ثم نأخذ اثنان من ستة. القسمة الموجودة عندنا هنا يعني نفسها هنا، عندنا السدس الأول، السدس الثاني، السدس الثالث، السدس الرابع، السدس الخامس، ثم السدس السادس. إذن نأخذ اثنان من ستة، إذن نأخذ النصف هو هذا ثم اثنان من ستة. إذن نأخذ نصف المستطيل ثم نأخذ اثنان من ستة. إذن ستبقى فقط هاد التربيعتين، إذن هذا الذي سنحصل عليه. في الحالة الأولى نأخذ واحد على ستة، يعني أننا نأخذ هاد المربعين مثلا، أو هاد المربعين، أو هاد المربعين، أو هاد المربعين، أو هاد المربعين، أو هاد المربعين. كما نلاحظ عندنا ستة تقسيمات، 1 2 3 4 5 6. نأخذ هاد المربعين ثم نأخذ واحد على أربعة، يعني أننا نأخذ واحد هكذا ثم نأخذ واحد هكذا. إذن كم المجموع؟ 1 2 3 4 5، 1 2
ليستودوس ثم 3 4 5 اللي هي الربع. إذن فنحصل على 5 تربيعات على 1 2 3 1 2 3 4 على 12. إذن سنحصل على 5 على 12. إذن نحصل على 5 على 12. إذن فنحصل على 5 على 12. ثم في الحالة الثانية، نعود للحالة الثانية، عندنا 4 على 8 كما قلنا تمثل نصف المساحة. إذن عندنا 1 2 3 4 5 6 ثم 2 من 6 ثم 2 من 6. طبعا بهذه التقسيمة نأخذ 1 2، المقصود نأخذ 1 2. إذن عندنا 6 زائد 4 هي 10. إذن الحاصل هو 10 على 12. إذن الحاصل هو 10 على 12. إذن 1 2 3 4 1 2 3. إذن عندنا 1 2 3 4 4 مضربة في ماذا؟ 1 2 3 لنحصل على المساحة. 4 في 3 هي 12. إذن عندنا هنا 12 مربعا كمجموع. إذن أخذنا منه 6 زائد 4 يعني 10. إذن 10 10 على 12. إذا المجموع هو 10 على 12. لاحظوا معايا، في الأول خطينا السدوس، طبعا قسمنا هاد المستطيل على 6، ثم خدينا الربع قسمنا هاد المستطيل على 4. لكن باش ناخدو السدوس والربع تنزيد نقسم المستطيل، تنزيد نقسم المستطيل باش نقدروا ناخدو الربع والسدوس في نفس الوقت. ثم عندنا 4 على 8، طبعا قسمنا المستطيل على 8 أخذنا منه 4. وعندما أردنا أن نأخذ 2 من 6، إذن قسمنا المستطيل على 6 ثم أخذنا منه 2. ولكن عندما أردنا أن نأخذ تمن أو 4 أتمان كما عندنا هنا، أو سدس أو 2 أو سدسين كما عندنا هنا، طبعا هنا نقسم المستطيل بشكل أكبر. إذن كما تلاحظوا بأننا ملي تنبغوا نأخذ واحد الأجزاء مختلفة أننا تنقسم هذا المستطيل أو أي شكل آخر نقسمه بشكل أكبر، نقسمه إلى عدة تقسيمات بحيث توافق أن نأخذ منها العددين، بحيث توافق أن نأخذ منها هذه الأجزاء. إذن طبعا هذا الذي يستدعيه توحيد المقامات. فعندما نوحد المقامات فلهذا الغرض. فمثلا 1 على 6 زائد 1 على 4، طبعا لا يمكننا أن نجمع هذ الكسرين إلا إذا وحدنا المقامات. وكذلك في الطرح، لو كانت عندنا 1 على 6 ناقص 1 على 4 لا يمكننا أن نقوم بالطرح إلا إذا وحدنا المقامات. على عكس الضرب، الضرب مثلا 1 على 6 مضروبة في 1 على 4، نضرب 1 في 1 و 6 في 4 ونحصل على الخارج مباشرة. في الجداء 1 على 6 مضروبة في 1 على 4، نضرب 1 في 1 نضع 1، نضرب 1 في 1 نحصل على 1 نضعه هنا، ثم 6 في 4 24 نسجل 24، فيكون خارج الجداء هو 1 على 24. الضرب سهل، لكن في الجمع يجب توحيد المقامات. لا يمكننا أن نجمع الكسرين إلا إذا كان لهما مقامين موحدين، إلا إذا كان لهما نفس المقام. طبعا تنعرف واحد القضية أخرى في الكسور، إلا ضربنا المقام والبسط في نفس العدد تبقى العدد نفسه، لأنها غتبقى نفس النسبة. إلا ضربنا 1 في 2 ثم ضربنا 6 في 2 غتعطينا 2 على 12، سواء قلنا 2 على 12 أو 1 على 6 فالعدد نفسه. مثلا هنا إذا قسمنا 4 على 2 ثم قسمنا 8 على 2 نحصل على 2 على 4، سواء قلنا 4 على 8 أو قلنا 2 على 4 نفس العدد. نقسم 2 على 2 ثم نقسم 4 على 2 فنحصل على 1 على 2 فنحصل على 1 على 2 نفس العدد، فنحصل على 1 على 2 نفس العدد.
نفس العدد ما دام أننا نضرب المقام والبسط في نفس العدد أو نقسم البسط والمقام على نفس العدد، فالعدد الكسري لا يتغير رغم أن الأرقام تتغير، فالعدد الكسري يبقى نفسه رغم أن الأعداد تتغير. طبعا الآن غنعود نرجع لهذه الأشكال، ولكن بحيث أننا غنشوف كيفية توحيد المقام. طبعا هنا كما تلاحظوا بأننا قسمنا هذا المربع على 12، ما هو مقابل هذه الأشكال على مستوى الأعداد الكسرية؟ شنو المقابل ديالهم؟ الآن شفنا كيفاش إلا بغينا ناخذ السدوس من مربع أو سدوسان أو ثلاثة أسداس أو سدوسان أو ثلاثة أسداس إلى غير ذلك من واحد المربع من واحد المستطيل، أننا تنقسمو على ستة أولا، تنقسمو على ستة ثم تناخذو الأجزاء اللي بغينا، ثم نأخذ الأجزاء التي نريد، نأخذ سدوس نأخذ سدوسان إلى آخره. نفس الشيء إذا أردنا أن نأخذ ربوعا، نفس الشيء إذا أردنا أن نأخذ ربوعا أو ربوعين أو ثلاثة أرباع. إذا نقسم هذا المستطيل على أربعة ثم نأخذ منه الأجزاء التي نريد. مثلا هنا أخذنا ربوع، قسمنا المستطيل مثلا هنا على ستة ثم أخذنا منه السدوس، لكن هذا المستطيل نريد أن نأخذ منه السدوس ثم الربوع، إذا طبعا سنقسم هذا المستطيل زيادة. إذا فما هو مقابل هذه العملية على مستوى الكسور؟ مقابلها على مستوى الكسور وهو أننا سنرى ما هو المضاعف الأصغر لأربعة وستة. سننظر إلى المضاعف الأصغر لأربعة وستة، غنشوف العدد اللي تتقسم على ستة والأربعة، طبعا هما كتار، طبعا هما كتار، طبعا مضاعفات ستة وأربعة في آن واحد كثيرة ولا حدود لها. يكفي أننا نأخذ أربعة في ستة تعطينا 24، ثم نضرب 24 في 2 في 3 في 4 في 5 في 6 إلى ما لا نهاية. في كل مرة سنحصل على مضاعف لستة وأربعة في نفس الوقت. 24 كما نعلم أنه يقبل القسمة على ستة، أنه يقبل القسمة على ستة وعلى أربعة. 24 يقبل القسمة على ستة، 24 مقسوم على ستة يعطينا أربعة، و 24 مقسوم على أربعة تعطينا ستة. 24 يقبل القسمة على ستة وعلى أربعة في آن واحد، فأربعة وعشرون هو مضاعف لستة ومضاعف لأربعة. يكفي أن نأخذ 24 المضاعفة لستة وأربعة فنضربها في 2 في 3 في 4 في 5 إلى غير ذلك، فنحصل على مضاعفات كثيرة لستة وأربعة. إذن هنا لن ننتهي من هذه المضاعفات، لكن هنا طبعا، لكن هنا عند البحث عن المضاعف المشترك لهذ العددين الأصغر، إذن هناك مضاعف واحد. إذن المضاعف هنا هو 12، أصغر مضاعف طبعا هو 12. 12 تقبل القسمة على 6 وتقبل القسمة على 4، تقبل القسمة على 6 وتقبل القسمة على 4. هذا من جهة. من جهة أخرى، إذا أخذنا 1 على 6 وضربنا 1 و 6 في نفس العدد فالعدد يبقى نفسه. ما معنى هذا؟ إذا أخذنا مثلا 1 على 6، ما معنى 1 على 6؟ يعني أننا نأخذ تربيعة من هذه 6 تربيعات. إذا أخذنا 1 على 6 هذا المستطيل، معنى هذا أننا سنقسم المستطيل إلى 6 ثم نأخذ السدوس، نضرب 1 في 2 ونضرب 6 في 2، نضرب 1 في 2 ونضرب 6 في 2. على ماذا سنحصل؟ سنحصل على 2 من 12، سنحصل على 2 من 12. ما معنى 2 من 12؟ يعني أننا نقسم هذا المستطيل إلى 12، نقسمه إلى 12 كما نلاحظ هنا، ثم نأخذ منه 2. إذن سواء قسمنا المستطيل على 6 ثم أخذنا 1، أو نقسم المستطيل إلى 12 ونأخذ 2، فالنتيجة نفسها. فسواء قسمنا المستطيل إلى 6 ثم نأخذ 1، ثم نأخذ من هذه 6 نأخذ 1، أو نقسم المستطيل إلى 12 كما نلاحظ هنا ثم نأخذ 2، فنفس المساحة هي نفسها، فالمساحة نفسها طبعا. إذا ضربنا المقام والبسط في نفس العدد
العدد الكسري لن يتغير. فلنأخذ مثلا هذا العدد، طبعا عندنا هذا المستطيل قسمناه على 8 أخذنا منه 4. الآن سنقسم 4 على 4 ثم نقسم 8 على 4، على ماذا سنحصل؟ سنحصل على 1 على 2، نحصل على 1 على 2. إذن 1 على 2 تساوي 4 على 8، 1 على 2 تساوي 4 على 8. 4 قاسم 4 تعطينا 1، 8 قاسم 4 نفس العدد اللي قسمنا عليه البسط، إذن 8 قاسم 4 تعطينا 2، في النتيجة نحصل على 1 على 2. إذن 4 على 8 تساوي 1 على 2. طبعا ما معنى 4 على 8 هذا المستطيل مثلا؟ المقصود أننا سنقسم المستطيل إلى 8 ثم نأخذ منه 4. لاحظ 1 2 3 4 بقية 4 في الأسفل. إذن ماذا تساوي؟ تساوي 1 على 2. ما معنى 1 على 2؟ نقسم المستطيل على النصف، نقسم المستطيل على 2 ثم نأخذ 1. 4 على 8 هذا المستطيل تعني أننا نقسم هذا المستطيل على 8 ثم نأخذ منه 4. 1 2 3 4. وماذا تعني 1 على 2؟ وماذا تعني 1 على 2؟ تعني بأننا سنقسم هذا المستطيل نفسه على 2 ثم نأخذ منه 1. 4 أثمان هذا المستطيل هي نفسها نصف هذا المستطيل. 4 على 8 تساوي 1 على 2. إذن عندما نضرب البسط والمقام أو نقسمهما على نفس العدد فالعدد الكسري لا يتغير، فالعدد الكسري لا يتغير. سنستكمل مع بقية التمارين في الحصة القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.